السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is Black Inma. في مقطع اليوم راح أوريكم كيف راح تلعب الستوري مود اللي هو التختيم من لعبة Resident Evil 5 المكركة مع صاحبك. تابع المقطع واشترك في القناة عشان توصلك مثل هذه المقاطع أول بأول، ويلا نبدأ. كل اللي عليك تضغط على Start عشان نخش اللعبة. نختار على الخيار الأول اللي هو Play Game. زي ما أنتم شايفين خيار Join Game اللي هو الانضمام إلى اللعبة مفتوح عندي. هذا تكلمنا في المقطع السابق كيف راح تفعل هذا الخيار، وكمان كيف راح تربط شبكتك وشبكة صاحبك. إذا ما فعلت هذا الخيار وقف الفيديو، ارجع للمقطع السابق وفعل نفس الطريقة، سوي نفس الأشياء اللي سويها قبل ما تدخل على New Game. طبعا بعد ما تفعل هذا الخيار في جهازك وجهاز صاحبك، ممكن تطلب من خويك يخش على اللعبة. يروح كمان من Play Game ويروح على خيار Join Game، يضغط عليه. بعد ما يضغط عليه زي ما انتم شايفين في Online يغيروا على Local اللي هي الشبكة المحلية. في هذه الأثناء ممكن إنك تضغط على New Game في جهازك أو تطلب منه هو يدخل New Game. تختار مدى صعوبة اللعبة، مثلاً تختار على Normal. بعدين راح تجيني صفحة الشبكة، من هنا كمان أغير على Local اللي هي الشبكة المحلية، ونغير الخيار الثاني نخليه على No Limits زي ما انتم شايفين في الشاشة. الخيار الثالث اختياري، اذا بتأثر من هجمات صاحبك فتحط على يس. بعدين تضغط على Start Game اللي هي بدأ اللعبة. زي ما انتم شايفين كذا بدأت اللعبة تشتغل عندي اللي هو التختيم الستوري مود. زي ما انتم شايفين بدأت اللعبة. في هذا الاثناء تطلب من خويك انه زي ما قلنا يخليه على Local، من Join Game يخليه على Local. بعدين يدخل على Quick Match، يقول لي Search for Game اللي هو البحث على لعبة. فنحن أصلا فكينا اللعبة في الجهاز حقنا وفي جهاز صاحبك. زي ما انتم شايفين اللعبة شغالة عندي. زي ما انتم شايفين اللعبة شغالة عندي، بدأت الستوري مود. في هذا الأثناء ممكن إني أدخل أنضم، بيجيني رسالة إنه راح يطلب الانضمام. في هذا الأثناء راح يجيك الانضمام، يقول لي خلاص الحين اسم خويك موجود في الشاشة، يقول لي انضم عندك. فمن هذه الصفحة تضغط على ريدي اللي هو أنا مستعد، وتطلب من خويك كمان يضغط على ريدي. أضغط على ريدي. زي ما انتم شايفين راح يديني مدة. في هذا الأثناء تضغط على ريدي في الجهازين. زي ما انتم شايفين هذه هي التختيم، تختيم Resident Evil 5 شغالة في الجهازين. وراح نجرب الآن. طبعا انت بتكون الشخصية الرئيسية وخويك بيكون الشخصية الثانية. وراح نجرب مثلا نتحرك نروح على قدام. زي ما انتم شايفين شغال بسلاسة، وهذا هو التختيم